شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة عند الخروج والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل وتطهير اليدين، محذرة الجميع بأن الإهمال قد يسبب الإصابة بالفيروس وإن كان الشخص بصحة جيدة، وبالتالي قد يسبب نقل العدوى إلى أفراد أسرته والمحيطين به. وأوضحت أن الالتزام بالنوم ساعات كافية حوالي 8 ساعات يوميا يرفع مستوى المناعة، والالتزام بالغذاء الصحي المتكامل يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المدير التنفيذي للطب الوقائي ومكافحة العدوى بوزارة الحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني. أهلا بك دكتور ماجد معنا. يعني بداية نبدأ من آخر التحديثات، حيث الصحة أعلنت إضافة عقار ديكساميثازون ضمن بروتوكول علاج كورونا. يعني من المرضى الذين سيستفيدون من هذا العقار؟ كذلك ما نسبة نجاحه؟ حياكم الله أجمعين، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بالنسبة لعقار ديكساميثازون، وهو عقار معروف يعني قديما، ما هو شيء جديد كعلاج مستحدث، وقد استخدم بحالات كثيرة، يعني من ضمنها حالات الالتهابات العامة وحالات الالتهابات الجلدية، وهو عبارة عن نوع من أنواع الكورتيزون، من أنواع الكورتيزون المعروف. سبب استخدام العلاج هذا بشكل كبير على أساس أنه عند إصابة الشخص بفيروس الكورونا اللي بيحصل عدة التهابات في داخل الجسم وإنزيمات وإفرازات معينة في داخل الجسم تؤدي إلى التهابات عامة، وفي الأخير ممكن توصل الالتهابات للرئتين أو أجزاء ثانية من الجسم، وتحصل المضاعفات العامة، منها اللي هي نقص الأكسجين أو عدم يعني كفاية تحويل دخول الأكسجين للدم من الرئتين إلى الدم. ففعلا من حيكون مستفيدة من العقار هذا بشكل كبير هي الحالات اللي تحتاج تنويم في المستشفى، الحالات اللي تحتاج بداية في المراحل الأولى لاستخدام الأكسجين. فالدراسات الحديثة وضحت أنه تقريبا إعطاء العلاج للمرضى إذا وصلوا إلى هذه الدرجة أو بداية استخدام الأكسجين أو في المستشفى، ممكن تقريبا ثلث المرضى ما يحتاجوا أنهم يوصلوا لغاية ما يحتاج أنه تنفس صناعي. فهذه كانت الدراسة الأخيرة. طبعا في دراسات كثيرة الآن قائمة عشان تثبت هذا الشيء، لكن بوجود الدراسات الموجودة الآن كانت نتيجة جدا واضحة. وإيصاء منظمة الصحة كذلك. عفوا، إيصاء منظمة الصحة باستعماله. منظمة الصحة وبالأخص جامعة إكسفورد، من كانت الدراسة هذه من المملكة البريطانية، فكانت يعني في بريطانيا كان أكثر وجود هذا العلاج في بروتوكولاتهم. الفترة الماضية يعني في البروتوكولات الموجودة لدينا هنا في المملكة لم يتم استعمال هذا العقار؟ هو عقار معروف، يعني ما هو شيء جديد فعلا. وفعلا كان بيستخدم في حالات كثيرة في العناية المركزة، بس ما كان يستخدم كذلك لأمراض السرطان او يستخدم في عدة استخدامات. يعني عقار الكورتيزون يعني بأنواعه، سواء كان ديكساميثازون ولا مثال بريدنيزولون او بريدنيزولون، يعني عدة اسامي وعدة مشتقات بتستخدم استخدام جدا 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 كبير، حتى في العناية المركزة وحتى في حالات معينة من التهابات الرئتين. وعقار جدا قديم، يعني ما هو شيء جديد. لكن متى نستخدمه وش الجرعة اللي نستخدمها في الحالات الخاصة بالكوفيد 19، هو هذا الشيء الان يعتبر شيء جديد.